بعث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع وزير الاستثمار البريطاني غراهام ستيوارت الذي يزور القاهرة حاليا سبل الاستمرار في دعم وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجال البترول والغاز وتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال من خلال تحفيز الشركات البريطانية العاملة في مصر على توسع في ضخ الاستثمارات في المشروعات البترولية الكبرى ودخول شركات جديدة في السوق المصرية لاستثمار الفرص الجيدة في قطاع البترول.